المنطيط يدغ البلديتين تلك منين الولاية تانا درار توجد تدارت الولاية اسم راود السين الكيلومتر تمنطيط اسم زونا فول سنة فول تمنطيط المغنى الناس انار نطيط ميغانار التيط تاختم دينت تمستدرت انتركفين دغ الزمن روان تقال داغ لقابلة نتمزاغ نكالوان توا فولاس تتوزي سنقيس روان تمنطيط هو قصر ضارب في أعماق التاريخ يرجع تاريخه إلى عصور خالت اختلف المؤرخون والباحثون في تاريخ المنطقة إلى التأصيل التاريخي لقصر تمنطيط فهناك قبائل عدة توافدت على تمنطيط وحضارات كثيرة توافدت على تمنطيط البربر والأمازيغ والعرب المسلمون واليهود وغيرهم وفيه من يرجع تمنطيط ويرجع أصل تمنطيط حتى إلى القبط المصريين بدليل هندسة فقاقيرها وأسمائها هي ندغنيها لن نقيس وتدجوجة تاختم دينت صورو وزارن داغ الواغ انتوات كلاديا مو صورو إلى انتي سلت قال داغ تتنقيت دتا مرم السوكال اترك فين يديس يوين داغ وكانت فولس منيكة نلفقيت اتكلمو سنت واخ صورو الزغنت منيكة توساتين ميزلينين جرا ربن ديمازيغن وهارن الخال انتمد دورتيا إلا جيريسن سمغار أمونن والقصر هذا في نمطه وفي هندسته هندسة فريدة في نوعها وتقريبا كل قصر كل قصور تمنطيط سواء قصور قديمة جدا مثل قصر تيس ولا قصر ولاد هاري ولا قصر ولاد يعقوب ولا القصور منها وهي قصر غمر قبور وقصر ولاد داود وحتى قصر ولاد علي بن موسى الذي نحن فيه الآن هذه القصور تتكون في مدخلها الزائر إلى القصر لما يلج إلى القصر ولا يأتي القصر يجد سور يقابله السور وهو لحماية القصر وهذا السور مبني بمادة أغارف وهو حجر الملح وهذه المادة تمتاز بصلابتها مع طول الزمن والسور له نظام حماية لأن كما تعرفون قديما المنطقة كانت القبائل كانت في حرب فيما بين وكان الغزو فكان لابد من نظام للحماية فيكون السور أول شيء السور هو بناء عالي وهذا السور مزود بأبراج ثم فيه خندق في الأرض والباب الذي يفتح ثم في الصباح ثم يغلق في نهاية اليوم ليسهل عملية الدخول إلى القصر وكل قصر فيه البيوت في ما يسمى بالبيوت وهذه البيوت تقريبا كل قصور تجد البيوت العائلات بيوتها مجتمعة مع بعض كل عائلة تقريبا تجدها تسكن بجوار بعضها البعض ثم عندنا الأزقة والأزقة نوعان كالأزقة النفاذة والأزقة المغلقة أي أنك في نهاية الزقاق تجد بيت فالزقاق هذا غير نفاذ ثم عندنا الأزقة أيضا في شيء فريد من نوعه وأنه في الأسفل يكون ملكية عامة والفوق يكون فوق الزقاق يكون مسطح وهذا فوق السطح يكون ملكية خاصة فلاسوار صورو إقاليا درجة تان انت منطيط درجننا ون التاريخ فتوى الزيدار سالو نديا نوفرن يتكفنو دمه سين جير صورو تن وانتوات عمارة قصور تمنطيط لما نأتي إلى نمط العمراني في تمنطيط فنجده نمط عمراني قديم هندن جامن النا استمنطيت تقال تتنقيت تغطي زكوت نت اجوت نترك فين ولا انت يكالينا هجج سيد فول اوين ايتك تغطي مهيين كيل مسند ولا نلفقيتن دي المشايخ وين الدين ويندس اديره مقارن هند الزاويتين تغربوشين تنصرتن القرآن نسلم انتي سونتين الدين نهالنا وين الزاوية تنسيد الشيخ محمد بن بكري تا
تهاتين دا جنانة انت منطير تتي والزيوان يرو تسردلنا القرآن لسلمنتي السنين يجوتنا المدن دغمانيك تفسنوين ندرس القرآن الكريم وكذلك تدرسنا الفقه والسيرة والعقيدة والحديث والتجويد. وأسست هذه المدرسة الكريمة من سنة 1883 إلى يومنا هذا، وهي تخرج من الطلبة وحملة القرآن الكريم، ولا زالت بحمد الله تؤسس وتخرج الطلبة، وهذا والحمد لله وشكر الله على ذلك. فهي حافلة بالخير والمآثر، وكذلك أنها تدفع عن الشباب الآفات الاجتماعية، وكذلك تقيهم من العاديات وخاصة الفساد الذي فاش وكذلك ساد في المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات. وكذلك من هذا المنبر ندعو جميع الإطارات سواء في القائمين في المجتمع الجزائري وكذلك من الأسر وأباء الأسر كذلك إلى زج الأبناء وسواء طالبين أو طالبات إلى المدارس القرآنية. هذه المدرسة تأسست 1883 على يد الشيخ السيدي عبد الرحمن الذي وفد إلى هذه البلدة إلى قصر نوم الناس ليعلم المسلمين القرآن الكريم، ثم وفد إليها من حاضرة تمنطيط الحاضرة العريقة التي تعرف الزاوية البكرية وإنتاجها العلمي، وهذه أحد فروعها. تاغ الزاوية بلدن فولس مدن لان انتكايات جراون التنتيس ميتين فول الدين تديره مهوار النسن او هندغن تتنو ينبدادن فولريت نسو در نجوت نهارتن ويدوغزن ورفقيتن ويرونين إيديس يا وينداغ أنيمر توغاس تاغ الزاوية هار دغتكار ديوين دل كتابن ويفنغن فقيتن وقالن لمانا الدوين ينال مد النسن وينداغ موسنت هاتن فا يمدان تمزاغ. قلت في فترة الصيف، فترة الصيف المدرسة تعرف زيادة في عدد طلبة الوافدين للدراسة في هذه الفترة، فقد يصل عدد الطلبة يعد بالمئات يعني في هذه الفترة. ثم أذكر إلى أن المدرسة كذلك لها برنامج خصوصا مع قراءة القصائد والمدائح في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرتبط بشهر ربيع الأول، فكان لها اهتمام قوي بقراءة قصائد البغدادي والهمزية وقصائد الحلبي وقصائد بن مرزوق. زاوية تنسيد الشيخ محمد بن بكري تكره مسلة دغجوتن كلن هولان دغكلن من إفريقيا فولا استكفاو دمهوسين إيهاسر هو اتجاتنا الخير تسلمت التيكزا نمسناوتين تين الدين. أخاف أن يغلبك القوم عليه. تقوم بتعليم أبناء المسلمين كتاب الله علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلومها، كما تقوم بدورها الاجتماعي وذلك بفك النزاعات وإصلاح ذات البين وإيواء عابر السبيل. هذه نماذج من عينا من المخطوطات الموجودة في الخزانة. هنا مصحف القرآن الكريم مخطوط باليد، هنا مصحف
تمنطيت تقالك الانفرجان فولا سلام الضال دغنا هي لمكن انفرجان يديس ياوين داغ إميل ورس جنامان أرتقل ساج ماض أجوتني الغلتين هنتيني ديرد التمزين دالون نجوتنين الغلتين عمي أحمد إيان دغك الفرجان انت اختام ديت يقال آل ستي وزين دغوا غجننا السينسا صهات نتيم دا دغ فراج النيز يقال غرس تبا غورت الدوغاز غورت مغار النيت يطمان سدول النيت تداسي الموتاج ورتكسي عمي أحمد أدي كن منيكة الغلتين دغ فراج النيت الماتيريال اللي نخدمو به الفلاحة هو المسحة والبالة والفاس والراطو والمنجل والمنجل اللي يخدموا به نقولوا صار ديال المسعه اللي نجبدوا بها الحاشيه والمنجل اللي نقطعوا بها الحشيش ونقولوا والباله اللي نخدموا بها على الرمل هذو هما الماتيريال ماتيريال سامبل الماتيريال العادي هذو هما اللي يخدموا به الواحد حاجه بسيطه ما تديش وقت بزاف ما تعيش حاجه نقولوا صار دير نورمال حاجه عاديه المشاكل اللي نعانيو فيها نقولوا صدير المياه نقولوا بالنسبه نقولوا صدير الماء نقولوا الماء رغم نقولوا صدير اللي كان ما نقولوا صدير في الطرق نقولوا صدير نتاع اللي تأدي المياه نقولوا باش نديروا به ما دابينا نديروا دي بيس نديروا نقولوا باش نفصلوا ما بين هذه وهذه ما بين نقولوا صدير الخضره هذه والخضره هذه هذا هو المشاكل اللي نعانيو بها نقولوا صدير هنا ومن نقولوا صدير من النخيل نقولوا من جلود النخيل نقولوا صدير نشطبوا النخيل نشطبوا هذوك نقولوا الجريد اللي زايد اللي في النخلة زايد عمي أحمد يكفى الجن يا فراج النيد وركول دال خال جرتا جرست ولا ويلن ولا كدزوم وراسك ديلن هادي سي تمهاري الخدمة تزهو سينا فراج النيد غلا اللي نديرو الشلاطة نديرو الزروتية نديرو نقولو صدير البطراف نديرو الطماطم نديرو البطاطا نديرو الفصة نديرو الزرع نديرو القمح هذه هي نقولو الغلة اللي نجيبوها نديرو القمح نقولو باش نديرو به الزنبو الزنبو هذاك نخدموه نبوغوه يتسمى نديروه في البوغة نخدموه نطيبوه باش نديرو به الزنبو لرمضان باش رمضان نديرو به الفريك الزنبو اللي هو يسمى الفريك نقول يسمى عادي دوك ولا يسمى الفريك هذه هي الغلة اللي نقولو صدير نديروها في رمضان ونديرو التمر نجمدو هذا التمر طبر نقولوا صادين نتاع دروك يسمى نخزنوه ونديروه كي يشغل غرس باش نقولوا صادين نخمروه لرمضان باش كي يجي رمضان نقولوا صادين يكون تمر عادي واش واغم غارق لي ندخت مان كاين نمو كان فرجان ندخت منطيط الكاميان هي وينن اكل ورتي كنار مساوس فلاس أكاكال إلي تزلين جركلين أو إن دغاجة كتمنطيت تلال لون النوفرنين دهارة ويسومنين السيكنين داغ الخال انتم الدور انتم الزاغ النيس نهالنا وين تهوري تنفسن ين دغتهورا وين تنفسن تي دغت تيوزي تاخت غرمت ممكن كسن دغتلاق فلاس تمنطيت هيت ألون ينتلاق ورني هيكالين الجوتنين دغ العالم تاختهوري طفنة التيضيضين وانيرو سيكنين تجرتا قضين مدانت ممكن نكوس تغطلاق تجهنت اسم ملكة تيكالت في السنوين نخيرو الطيل المليحة نمشو لها البلاصة الطيل الحفرة هكا كيما حفرة نتاع الطين نجبدو منها الطين ونخيرو نشوف لا كان فيها الحجار ولا شي شوائب لا لقينا مليحة نجيبوها ايا نجيبوها نبدا نخدمو بيها فرت في السنوات الجامعة أداك يكوس استافو تنس النفرن الشكل وهي أقل نعجنو بيدينا نديرو في نجيبو بيدو نديرو في الماء ونخلوها ترغني نهار من بعد غدوة ليه نجو نجيبوها نجيبو ديك الطين اللي جبناها من الحفرة تاع الطين ونخدموها
كي نخدموها نخدموها بيدينا، نمرسوها مليح 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 حتى ما تبقى فيها حجره ولا حاجه. كي مثلا تكون فيها شي حجره نمرسوها بيدينا، لا لقينا فيها زاد شي عود، المهم شت تلقى الطين تلقى فيها الحجر تلقى العيدان تنحيهم منها بيديك. احنا نخدمو غير مواد الزينه، نخدمو بالبلاط، هو داك المول اصلا نخدمو بالبلاط اللي هي الحاجه. كي مثلا انا بغيت نخدم بخاره، نجيب ديك البخاره نخدمها بيديا، نصنعها بيديا، نخدمها نريقلها هي. لا باش ماش نقولك الخطره تخرج لك، ماش يخرج لك المقاس واحد، هذاك علاه نديرو داك المول. ايوا ديك البخاره كي نخدموها نصنعوا من هذاك المول، داك المول يبقى لينا غير هو يخرج لينا نفس المقاس. وداك المول واش نخدموه؟ نخدموه بالبلاط اللي هو الجيب جيبس نخدموه. تاخت هوري تبدا دي دي سمانيك تهورا وين اقدر نتاس اجوت نتكرس، اما هل دقتي تي تهانت اجوت نتهورا وين تهاني نجرنا ونموكنان. هذيك مال البخاره درك خدمناها وكملت، خلينا يومين ولا ثلاثه باش يبس. كي يبس جبنا هذيك الصباغه كحله، عاودنا صبغناها وجبنا قلم الرصاص اللي هو الكريو. صح الكريو يكون عريض، هذاك اللي نتاع المهندس اللي يخدم به. مشاكل كثيرة، كما تان ما تنجمش الهواء، كما تان هواء كافي هواء نتاع السطح ولا حاجة ولا ما تبغيهاش. تاني ما تبيش المكيفات الهوائية، خصنا حتى في الصيف الحرارة نخدموها في بلاصة ما تكونش فيها لا مكيفات لا هواء لا تشي، غير بلاصة لحقاش. هذيك منين من العوامل اللي تخليها تشقق، اللي هي عوامل هذيك البرد. تاني في الشتاء دوك نعانو حاجة يومين سيمانة ويلا باش تنشف لك. تاني كالخطرات مثلا نقولوا راه الريح ومشينا درنا نحمي هذيك الحاجه، نيشان يطيروا لينا كاع، يعني اللي خدمته نضرب لك في الصفر. دغا وين دجلنا تتي وزيت منطيت سموكن التيكزان مانيك تهورا وين تنفسن. احنا هذه الجمعيه تكونت في 2004 وعندها ربع ورشات، كانت غير بورشه الزعف والخياطه، ومن ثم ولات في الطرز على القماش البربري اللي وزت الرقامي، ومن بعد درنا النسيج ودرنا لابوتري نوار. ومن ثم كاينه حاجه اللي درناها، خصصنا فروع خاطش ولات تنقرض هذه الصناعه كيما تاع الزعف كيما تاع النسيج ثاني، ولات تنقرض 100%. احنا باش هذوك النساوين اللي راهم قاعدين في الديار باش يواسوا باش يزيدوا يحيوا لهاد الصناعه التقليديه، كل واحد قعدنا نكونوا فيهم في الكسر في الديور، زعما كل واحد هي وجارتها هي وصاحبتها هي، باش عاد تكونوا لنا ودرنا ورشات، خلقنا منهم ورشات. من هذوك الورشات راهم ربعه كما حضرت لكم، خطر الاولى راهي تاع النسيج نتاع الطيب الطين الاسود، رايت السلاله والبرودي البربري. من غاوه اجاجنا وانا ممكن تهوريت انفسن وراسي كيس جوت نتكرس.
كلوا عجل ناجان طمان مكن الخال وهن سسفسس نجم عين هرتن جوتنين ولرت نسوم الناقنا تكاسيت نسن جات الجائحة كورونا في الوقت 2019 و 2021 هي تما هي اللي واسات ما احنا كنا نورمال التسويق كان عندنا شوية شوية كما قالك احنا ما المنطقة في راهي مش عمل 1400 كيلومتر ولا 1600 كيلومتر كنا ندوها حتى للجزائر ندو نسوقوا وهذا بس عاد دروك راهي من حد كملت كورونا احنا رانا في بلايسنا زعما ما راش كاين التسويق كما زمان وكما انا قاعدين نشطوا نخدموا الى جزائر يشري علينا ما كاش حتى دار الثقافه راهي باش تدينا ولا نخرجوا الى نسطوا نخلصوا درك انا نبيع طبيقه ب 60000 ونخدمها كاع سيمانه وهو يخلص عليا سطو ب 800 ما نجامش ما الله غالب علينا الله غالب ما هذه هي رسالتي مدام بينا من دار من وزيره الثقافه و والسياحة وهذو يعاونونا احنا في الجنوب بالتسويق إلا يديرونا تاني حاجة اللي نجمو عليها يسوقونا حوايجنا إلا كان شي حاجة درك كل شي في, 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 في العاصمة كل شي في وهران كل شي في احنا اللي رانا زعما اللي رانا حاصلين اللي احنا في الجنوب احنا اللي رانا في احنا اللي رانا حاصلين لا من درجة الحرارة ولا من التسويق ولا من كل حالة تمنطيط تموسلك التابة ميرن دات ماسان تنقي سمونا نسبارن دات تيسنان التنفس تكاسة فولمان التكاسي دغد دارمان تمنطيط التقى مكالة هوسين السرتي منكت هرتن جير الدين دنقيس تكاسيت